صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون 36 لسنة 2018 بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989. كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 37 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014. وصادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 38 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية. كما صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 39 لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.